سيد محمد ترشين ضيفي رامي زهدي قال أنه قد يكون هناك تشابه بين الخطى الفرنسية على الأقل والخطى الصينية، هل توافق على هذه المقاربة بين الاثنين؟ وإذا كانت فرنسا بالفعل تقدم على ذات الخطى، هل لديها نفس القدرة الفنية التي بنيت عليها الاستراتيجية الصينية داخل إفريقيا؟ أنا في تقدير الرؤية الفرنسية بشكل عام في توجهاتها الخارجية تختلف تماما عن التوجه الصيني وكذلك التوجه الروسي وكذلك بعض القوى الإقليمية كتركيا أو إيران أو ما إلى ذلك، باعتبار أن الدولة الفرنسية لديها توجهات مرتبطة كالإدارة الأمريكية وغيرها بتضع مسائل مهمة جدا، وإن كانت من ناحية شعارات ومن ناحية نظرية فقط مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية وما إلى ذلك، بالرغم من أن شبكة فرنسا أفريقيا متهمة بتدبير انقلابات وما إلى ذلك، لكن نتحدث من حيث التوجهات العامة ومن حيث المقومات ومحددات السياسة الخارجية. فبالتالي أنا في تقديري الآن فرنسا هي بالرغم من أنها بدأت تخسر كثيرا ونفوذها بدأ يتآكل في ظل الوجود الروسي وهو المهدد الحقيقي الغرب عموما، سواء كان فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تخشى كثيرا من الحضور الصيني، بحيث أن الجانب الصيني يعتمد على مقاربة مختلفة هي مسألة الشراكات الاقتصادية ولا يكترث كثيرا بالمسائل العسكرية ولا والمسائل السياسية. لكن عندما أتت روسيا استشعر الغرب بالخطر باعتبار أن روسيا هي كانت وما زالت المزود الأول لأفريقيا من حيث السلاح، روسيا لديها أطماع توسعية جديدة بأنها هي وريثة للاتحاد السوفيتي، لديها علاقات تاريخية من قبل كالعلاقات مع مصر والسودان وإثيوبيا وأنغولا وموزمبيق باعتبار أنها كانت مناطق للاتحاد السوفيتي سابقا. كل هذه المقومات بتجعل أنه الحضور الروسي هو ذات مؤثرات وتأثيرات جيوستراتيجية أكثر من الجانب الصيني. الصين متفوقة في الجانب الاقتصادي أكثر من فرنسا وأكثر من روسيا، فبالتالي من الصعب جدا أن تتم مقارعتها من قبل الاتحاد الأوروبي المتحد ناهيك عن فرنسا، بحيث أنها هي القوى الاقتصادية الثانية استطاعت أنها تعقد شراكات استراتيجية مهمة جدا في القارة الإفريقية، استطاعت أنها تنشئ أول قاعدة عسكرية خارج الحدود الصينية في جيبوتي، الآن هنالك مشاورات قطعت أشواط مهمة جدا لإنشاء قاعدة بحرية أخرى في قينيا الاستوائية، والجدير بالذكر أن رئيس قينيا الاستوائية الآن هو اليوم حضر القمة قمة الغابة التي تحدثت عن الغابات الاستوائية وضرورة أن تكون هنالك مقاربة لحمايتها من الانبعاثات، بالرغم أن أفريقيا هي ستسهم بأقل من 4% من التلوث العالمي. فأنا في تقدير الجانب الفرنسي الآن هو الأضعف، سواء كان إذا قارناه بالجانب الصيني أو إذا كان الأضعف لماذا يصر على التواجد في إفريقيا؟ وهل بصحيح أن سنكون محقين إذا قلنا أنها لفظت من إفريقيا؟ ولا لا نستطيع أن نتحدث بأن فرنسا لفظت، لأن فرنسا ما زالت أكثر من 25 دولة أفريقية تتحدث اللغة الفرنسية، ثقافتها شبه فرنسية، هنالك تعاون واتفاقيات منذ فجر الاستغلال وحتى يومنا هذا، بالرغم من أن مالي هي فقط من رفضت هذه الاتفاقيات، اليوم كذلك بوركينا فازو رفضت هذه الاتفاقيات التاريخية، لكن هنالك دول محورية الآن، والجابون الآن التي يزورها إيمانويل ماكرون هي من الدول المهمة جدا والتي تعتمد عليها باريس كثيرا في تنفيذ استراتيجيتها لا سيما في منطقة وسط أفريقيا، كذلك تعتمد على السنغال وكوتيفوار أو ساحل العاج في غرب أفريقيا، كذلك تعتمد بشكل مباشر على الدول الغير فرنكفونية، تعتمد على أنغولا، تعتمد على موزمبيق. فبالتالي ليست من السهل أن نتحدث بأن النفوذ الفرنسي تراجع بهذه السهولة، لأنه نفوذ قائم على سنوات وسنوات، ربما تراجع، ربما تدهورت العلاقات، وهذه ربما تتيح للجانب الفرنسي لإعادة النظر في الإشكاليات الدقيقة، باعتبار أن معظم التحديات تتحدث بأن فرنسا هي من تدير القواعد العسكرية، هي من تفرض شروطها على الدول الأفريقية، لكن لاحظنا في الخطاب الأخير أو الاستراتيجية التي طرحها ماكرون تحدث عن شراكة جديدة، فهذه الكلمات كانت مفقودة، بحيث أن الكثير من الأفارقة يحسون أنهم حصلوا على الاستغلال من فرنسا، لكن لا زالت الآليات والأدوات الفرنسية هي تستعمر.